الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مع هداية القرآن في هذا البرنامج هدى للمتقين. بعث الله عز وجل أنبياء ورسلا كثيرين إلى أقوامهم، وما من أمة إلا وقد بعث الله عز وجل فيها رسولا، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هؤلاء الرسل منهم من أخبرنا الله عز وجل عنه، ومنهم من لم يخبرنا عنه. قال الله عز وجل: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وأنزل الله عز وجل على هؤلاء الرسل كتبا، فأنزل الله عز وجل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. هذه الكتب هي رسالة الله سبحانه وتعالى إلى الخلق على لسان الأنبياء. فهل بقيت هذه الكتب؟ وهل بقيت كما كانت كما أنزلها الله سبحانه وتعالى؟ حديثنا في هذه الحلقة سيكون عن حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قبل أن نتحدث أيها الإخوة عن حفظ الله عز وجل للقرآن، لابد أن نشير إلى أن هناك كتباً أخرى، ولعل من أبرز هذه الكتب التوراة والإنجيل التي لا تزال أصولها موجودة إلى يومنا هذا. فهل هذه التوراة وهذا الإنجيل هل هما يمثلان الكتابين اللذين أنزلهما الله سبحانه وتعالى على موسى وعلى عيسى عليهما السلام؟ هل تكفل الله عز وجل بحفظهما؟ الجواب كلا، لم تحفظ هذه الكتب التوراة والإنجيل، لأن الله سبحانه وتعالى أوكلها إلى الأحبار والرهبان لكنهم لم يحفظوها. أيها الإخوة، حقيقة هناك من يسمع عن التوراة والإنجيل لكنه لا يدرك مدى التحريف الذي أصابهما. دعوني أحدثكم عن بعض المسائل التي لا يتخيلها العقل أصلاً. تصوروا أن يكون في التوراة أو في الإنجيل، وهي الكتب المقدسة المزعومة بأنها نزلت من عند الله عز وجل، وهي في الأصل كذلك لكنها حرفت وبدلت. فعندما نأتي ونقرأ في هذه التوراة والإنجيل التي عبث فيها أولئك القوم وحرفوها حسب أهوائهم، نجد فيها مخالفات وتناقضات، بل وصل الحال إلى اتهام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في التوراة على سبيل المثال، اتهام لنوح عليه السلام. ونوح عليه السلام هو أول الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى أغرق قومه بالطوفان فلم يبق إلا قليل من المؤمنين. تذكر التوراة أن نوح عليه السلام أصبح بعد ذلك فلاحاً، وأنه غرس الكرم الذي هو العنب، ثم إنه ذات يوم سكر، شرب الخمر فسكر، فدخل عليه أحد أبنائه وهو حام الذي هو أبو كنعان فوجده عاريا. وحينئذ خرج حام إلى أخويه سام ويافث فأخبرهما بذلك، فأخذا رداء ثم مشيا إلى الخلف حتى غطيا أبوهما الذي هو نوح عليه السلام. بل إن لديهم من التهم
ما هو أبعد من ذلك، فهم يتهمون لوطاً عليه السلام الذي جاء بمحاربة الرذيلة، بمحاربة الفاحشة، يتهمونه أنه بعد أن نجاه الله سبحانه وتعالى أنه بقي مع ابنتيه، فقامت إحدى ابنتيه لتقول لأختها: لقد هلك الرجال ولم يبق لنا نسل، فدعينا، تقول لأختها: قومي إلى أبيك فاسقيه خمرا ثم ضاجعيه. ففعلت مثل ذلك، فعلت ما أوصته به أختها، وقامت إلى أبيها لوط عليه السلام فضاجعته فحملت منه، وهكذا فعلت الثانية. كل ذلك ليس في قصص وأخبار، بل في كتب يزعمون أنها كتب مقدسة، بينما نجد القرآن يجل هؤلاء الأنبياء ويثني عليهم ويذكرهم بكل خير. هذا هو حال الكتب السماوية المحرفة. أما القرآن فلم يكله الله سبحانه وتعالى إلى أحد من البشر، بل تكفل الله عز وجل بحفظه، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن ذكر تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، وما كان لأحد من البشر مطلقاً أن يغير من هذا الكتاب أو أن يبدل فيه أو أن يزيد أو ينقص. لو اجتمعت البشرية كلها على أن تزيد سورة أو آية في كتاب الله سبحانه وتعالى لما استطاعوا، ولو اجتمعت البشرية كلها على أن تزيد كلمة في كتاب الله عز وجل لما استطاعوا، ولو اجتمعت البشرية على أن تزيد حرفا بل حركة في كتاب الله عز وجل لما استطاعوا، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الكتاب. هذا الكتاب تكفل الله عز وجل بحفظه لأنه كتاب خالد إلى يوم القيامة، وكما أن رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي آخر الرسالات وهو خاتم النبيين، فهذا الكتاب هو آخر الكتب وهو باق إلى يوم القيامة. أيها الإخوة، أتحدث عن هذا الأمر وهو حفظ الله عز وجل لكتابه الكريم، حتى يدرك المسلم عظمة هذا الدين، حتى يدرك المسلم تميز هذا الدين عن غيره في زمن أصبح الباطل مختلطاً بالحق، فالتبس الحق بالباطل لدى كثير من الناس. اليوم نسمع من هنا وهناك أن القرآن والتوراة والإنجيل كتب سماوية من عند الله عز وجل، وأن الإسلام واليهودية والنصرانية ديانات سماوية من عند الله عز وجل، ومن ثم فليس ثمة فرق بين هذه وتلك، أو على الأقل أن هناك تقارباً بين هذه الديانات وبين هذه الكتب. وأقول لا أيها الإخوة، هذه الكتب القديمة، الكتب السابقة التي سبقت القرآن، التوراة والإنجيل، لا تمثل كلام الله عز وجل بحال من الأحوال. هذه الديانات الموجودة اليوم المنسوبة إلى اليهودية والنصرانية لا تمثل الديانة الحقيقية التي جاء بها موسى وعيسى عليهما صلوات الله وسلامه. ومن ثم
يجب أن نعتز بالإسلام وأن نعتز بالقرآن وأن نعلم أن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا هو القرآن وهذا هو كتاب الله عز وجل المحفوظ بحفظ الله عز وجل. ومن زعم بأنه يمكن الزيادة أو النقص في القرآن أو أن القرآن قد حرف أو بدل أو زيد فيه أو نقص فقد خالف ما جاء في كتاب الله عز وجل وكفر بالله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهم القرآن ومعرفة عظمته وقدره وأن يوفقنا للعمل به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.